بس هستأذنكم عندي بعض المشاهد من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي حصريا نشوفها، نشوف الأتوبيسات والوفود اللي جاية لنا. انت جاي لا للانقلاب العسكري بدأوا يكتبوا على المباني بتاعتنا. ها دي الأتوبيسات اللي بره والميكروباصات طب يعني نطلع نتكلم معاهم؟ حابين نطلع نتكلم معاهم ولا حابين يجوا لنا الاستوديو؟ ما يجوا الاستوديو يا جماعه، بس ما يكونش معاهم اسلحه بس. ده اتوبيسات كتير فعلا. ها ما انا مش عارف بيجيبوا الاتوبيسات دي منين ما شاء الله. اتوبيسات كتير فعلا. هو ده بقى اللي احنا عايزين يعني نوضحه بعض الشيء، ان الشحن من الجانبين في مصلحه من ده امر ضروري قوي. واظن الكلام عن العداله الاجتماعيه كنت حضرت معاك حلقه واتكلم فيها استاذ ناصر امين. نعم. في عنده مشروع متكامل ناصر من بعد 25 يناير كان معايا بعدها بثلاث اربع ايام، وكان معاه مشروع مكتوب للعداله الانتقاليه. صحيح. وهو لكن محدش سمع ومحدش كان عايز لا يختلف عليها عقل يعني فعلا. لا ما في ناس ما بتبقاش عايزه تطبقها. لا ما انا هنقول بقى الجزئيه دي دلوقتي. وفي دول رفضت تنفذها، وفي دول منها بالمناسبه مش عايزه يعني. لا لا عادي، ما احنا بنتفرج يعني يعني جد. يعني في جنوب افريقيا هو جاب نموذج جنوب افريقيا الدوله نموذج مشرف. انا عايز اقول لك ان جنوب افريقيا ما هياش يعني ما هياش نموذج ناجح 100%، لانه الدوله في جنوب افريقيا مثلا اتدخلت في احيانا لابعاد عقوبات عن نظام عن ناس معينه في الدوله، وعن وخففت عقوبات عن الناس، ويعني اقصد الموضوع ما هواش هو الكلام يا استاذ ناصر. وكان في ناس من الداخليه مش عارف يعني لا هو السؤال الكلام عن العداله الانتقاليه. الكلام عن العداله الانتقاليه كلام لا يختلف عليها لا انا هطلع فاصل علشان قبل ما اوصل للعداله الانتقاليه انا عندي نقطه في بس في سؤال ممكن بس تساله له وخلاص. طب ممكن تساله له بعد الفاصل عشان يعرف جاي. طب نساله ونسمع الاجابه بعد الفاصل.